مساء الخير. من أداء الإنجاز كثرات الجبهات، تلقى الواحد يفتح الموضوع ثاني وثالث، ثم يتحجب ما أدري شيء زين، يصير مثل ما يقال تكاثرت الضباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. ولو ذاك اللي يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، لأكثر منطقية وعملية إنه بس يقول إذا غامرت في شرف مروم فأتمه ابن حلال، لأن المزعج جدا ان الواحد يسالك هذا شيء ويصير مشتت وما يحقق شيء. الثاني يقول ايضا: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا اخفاق. يعني حتى الاخفاق مو بزين، وانما شكل مشكل انجاز، بس يعني انت حتى سويت شيء، لكن المشكله هالشخص اللي يفتح له اكثر من جبهه. وهذا حتى عاده عند المبدعين، لان المبدع بطبعه يعني طلعه لكثير من الاشياء والابداع والانجاز، وما يدري انه بهذا الشكل يضيع. ومن انفع ما سمعت في هذا نصيحه للشيخ الاديب محمد بن سعود الحمد، يقول، يتكلم عن نفسه، يعني يقول اني انا بطبعي يعني مسوف وكسول ومتردد، وكثير من اشيائي حبيسه ادراج ولا اني اصمل. ها يقول لي مرة سولفت على واحد من يعني من بلدياته، يقولوا انه قال لي: انت علاجك نظريه الجنازه. قال: وش نظريه الجنازه؟ قال: الحين لو صار عندك جنازه، هل تنشغل في موضوع اخر غير تجهيزها ودفنها والصلاه عليها قبل ذلك ثم دفنها؟ ما يعني ما تسكن لك نفس ولا تقر لك عين الا لين تقضي، وتصير مركز وما ينصرف ذهنك الا لهذا الشيء. فعليك بنظرية الجنازة حتى في إنجاز أعمالك، يصمل في الشيء ولا خلصت منه دور لك شيء ثاني.